ما كان حتى شك باللي الانترنت ولات حاجة ضرورية في حياتنا، نسحقوها باش نتواصلوا نتعلموا ولا نتسلى. بصح في نفس الوقت ولات متاهة ساهل نتبحروا فيها بسبة الفيروسات الإلكترونية ولا سرقة على البيانات الشخصية. على هذا الشيء لازم على الأقل تستخدم برامج مضادة للفيروسات وتأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً كي تجيك روابط مجهولة. تحذير: هذه الروابط في الغالب تلقاها خدع. تجنب تاني تشارك معلوماتك الشخصية كما رقم البطاقة المالية تاعك والرقم السري تاعها، وبالك تبعت دراهم لشخص مجهول. زيد تحقق من مصداقية المواقع اللي تزورها والشبكات اللي تشارك فيها معلوماتك وتصور، وتصفح الحسابات الرسمية والموثوقة اللي مأشرة. هكذا تقدر تزيد تحمي روحك. وباش تحمي روحك مليح لازم تضبط إعدادات الخصوصية تاع حسابك الشخصي وتدير إجراءات المصادقة الثنائية. ما تترددش في التبليغ باش ما يكونوش غيرك عرضة للسرقة والنهب والاحتيال. ما تغفلش تاني باللي كاين ناس قادرين يتواصلوا مع أولادك ويحرضوهم على فساد الأخلاق من خلال الدردشة والشات عبر الألعاب الإلكترونية. ودير في بالك باللي المصالح الأمنية راهي مجندة وبالمرصاد، وما تتسامحش مع المتورطين في هذه الجرائم الإلكترونية. ما لما تغفلش على أمنك الرقمي، وتفكر دايما أن الوقاية خير من العلاج.